السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، صحه جيده ان شاء الله. تنطلبوا ربي يهز علينا هذا الوباء. اليوم نشارك معكم اقتباس ديال الدجاج ديالي، نتمنىهم يعجبكم ويكونوا خفاف على قلبكم. عندي هنايا نص كيلو ولا كيلو لارب ديال الدجاج، جوج صدوره ديال الدجاج. عندي هنا واحد البصله مشلضه، معيدنوس راني درتو مقطع. عندي هنا الخل، واحد 3 د المعلقات د الخل غندير. عندي هنا السودانية الحارة، غندير غير على حساب الطوق الحرور. عندي هنا الكمون، عندي هنا التحميرة، التحميرة ديالنا هانتوما. غنديرو شوية د البزار، تنديرير هكا غير شويه ماشي بزاف. ندير شويه د الزيت، عندي هنا الفلفله ومطيشه مقطعه. غنفلفله غادي نلوحها مع الدجاج ديالنا باش تشرب التوابل حتى هي. غنعمرها في الخطيبات مطيشه بلا ما نديرو، راكم عارفين مطيشه كتطلق الماء. غنخلطو هذا التوابل ديالنا كاملة ونوليو عندكم. السلام عليكم، احنا رجعنا لكم بعد ما شرمنا الدجاج ديالنا. واحد درت واحد الكيلو ديال البطاطا، قطعتوه بهاد الحجم هذا، وغندير له التوابل ديالو، غندخلو للفران حتى تجي زوينة كرافقة مع الدجاج، كيجي زوين. غنديرو مليحة الحالة حسب الذوق كل واحد شنو كيبغي. شوية ديال السودانية حارة، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزيت. دهنا اللاطا، غنزيد البطاطا دابا نتوما. نخلطو هاد البطاطا ديالنا مزيان، نديرو لها هكدا، ندخلوها الفران هكا تجي محمرة البنات، تجي زوينة. نتمناكم تجربوها هكدا مع الدجاج، مع كشوا دجاج مفور، هكا كتجي زوينة في الفران حسن من مسلوقة وبالمعدنوس. وبعد ما نخرجو اللاطا، ندخلو اللاطا ديالنا الفران وطيبنا بطاطا ونعمرو القطيبات ديالنا، ونوريكم الشكل النهائي. ونتمنى هادشي يعجبكم، وكنتمنى يسمحوا لي اللي تيشوفوا لي كتوحم، واللي والبنيات يسمحوا لينا بزاف كنبينوا هادشي، راه زعما ماشي زعما نشهيوكم غير كنشاركوا معكم وصافي. نتمنى نكونوا خفاف على قلبكم. المشاهدين، بعد ما عمرنا القطيبات ديالنا انا درتهم تيتشوا، والوليدات ما بغاوليش الشوايه الاخرى، درت لهم الشوايه بالفاخر. كنتمنى هادشي يعجبكم ويكون خفيف عليكم، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، كنتمنىكم تدعموني وشكرا لكم. انتما اخوتي كتبتوا احنا كنشويهم، وشكرا لكم، ما تنساوش لايك وابون. اخوتي بعد ما شوينا القطيبات ديالنا والبطيطه ديالنا انتما كي جات الفراره راه كتجي زوينه مرافقه معاه. نتمنى هادشي يعجبكم، والصحه والراحه، وما تنساوش تدعموني، والى فيديو اخر ان شاء الله.